عين من الرعاة. في راعي بيهمل القطيع بتاعه لغاية لما يتوه، وفي راعي تاني بيخلي باله جدا من الرعية بتاعته لغاية لما يوصلها المكان الصح. تعالوا نعرف أكتر النهاردة هو مين الراعي اللي بيخلي باله من القطيع. هو مين؟ أحلى اسم بحبه الراعي الصالح. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، تاني بيقولها عن نفسه تاني، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. مكتوب الكلام ده في يوحنا 10 اللي هو أصحاح الراعي. ما هو مزمور 23 مزمور الراعي، ويوحنا 10 أصحاح الراعي. بيفكرني الأصحاح ده بمزمور 23 اللي لسه كنا قاعدين نحكي عليه، اللي بيبين أعمال الراعي الصالح نحو رعيته. فهو بيهتم بكل واحد من رعيته القريبين منه، وارجع واقول القريبين منه، اللي ليهم شركة عميقة معاه كل يوم طول اليوم. لما بيكون رعية ما بيعوزنيش أي شيء من الخير، بيخلي حياتي كأنها في مراعي خضر طول الوقت. هو بيقودني لمياه سهل إني أرتوي منها. هو بيرد نفسي لو حصل وضللت الطريق ليه. بيهديني لسبيل تتميم وصاياه. وحتى لو صرت في ظروف صعبة وأيام ضيق مش هخاف شر. ليه؟ لأنه رعية حبيبي معايا بيعزيني. هو بيعد لي كرامتي قدام كل اللي بيسيئوا ليا. هو بيمسحني، بيخلي الفرح يفيض في حياتي، بيخلي الخير والرحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وأعظم حاجة بيعملها علشاني هو إنه ما بيبعدنيش عن محضره طول أيام حياتي. إيه رأيك عزيزي المشاهد في راعي زي ده؟ هل ينفع ملزقش فيه طول يومي بل طول حياتي؟ هل ينفع أني ما أعملش المستحيل عشان يكون في بيني وبينه علاقة جامدة، علاقة وثيقة، علاقة مستمرة بيني وبينه؟ أنا لو منك حب الراعي ده، قرب من الراعي ده، يكون بينك وبينه علاقة، هيرعاك، ده راعي صالح. المسيح هو الراعي الصالح، المسيح معاك. هو مين؟ رجاء الشر هو مين؟